السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من حضرموت. وفي حكاية مكان سنحكي لكم قصة أرض المشقاص الشاهدة على الحملات والحروب البحرية التي شنها الطامعون على موانئ حضرموت. وفي فقرة صوت الشارع من غيلبا وزير نناقش قضية معقدة مليئة بالتحديات، وهي الخدمات الصحية بالمديرية. وفي بصمتنا من الشحر نبقى مع أيقونة الشعر الغنائية الحضرمي الشاعر حسين أبو بكر المحضار. وفي فقرة إرثنا من الديس الشرقية نبقى مع جمال الدان الحضرمي الأصيل وروعة أداه وتميز جلساته وجمال غنائه. أرض المشقاص وتعني طرف الخنجر نظرا لتقوس هذه الأرض، فهي تشبه الطرف الأعلى من الخنجر. وقد شهدت هذه الأرض الحروب والحملات البحرية التي شنها الطامعون على موانئ حضرموت. كذلك عرفت موانئ المشقاص بالرحلات البحرية التي كان لها الدور والأثر للحضارم في المهجر. أرض المشقاص قديماً هي مديرية الريدة وقصيعر حالياً، وهي الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية من حضرموت، المطلة جنوباً على مياه بحر العرب بساحل يصل طوله إلى حوالي 55 كيلومتراً، وهو ساحل غني بثرواته من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى. تخترق هذه المديرية مجموعة الأودية المنحدرة من المرتفعات المجاورة، ومن أهم هذه الأودية وادي حساي ووادي شخاوي ووادي غليوب ووادي ذنبات وغيرها. وقد عرفت أراضي المشقاص الممتدة من شرقية الشحر وصولاً إلى مصب وادي المسيلة على بحر العرب الاستيطان البشري منذ زمن بعيد جداً. وقد أشار الجغرافي الإغريقي سترابون في كتابه الجغرافيا إلى موقع ميناء قصيعر في خريطته التي وضعها للعالم آنذاك. تتسم مديرية الريدة وقصيعر بمظاهر جغرافية سياحية طبيعية تتجلى في البحيرة الكاريستية التي تسمى بحيرة حوريت، وهي ذات مياه عذبة تطل على قرية الخيف التي تبعد عن مركز المديرية بعشرين كيلومترا، وهي عامرة بالمياه طيلة العام، ويجري في بعض جوانبها الصخرية شلالات صغيرة يسميها أهل المنطقة بالضرع. تتكون البنية السكانية لهذه المنطقة من عدة قبائل حضرمية، فقد أشار المؤرخ عبد الرحمن الملاحي أن أول من سكن هذه المنطقة هم قبائل عاد الثانية، ومن ثم استوطنت المنطقة قبائل أخرى مثل قبائل الصدف وكندة وقضاعة وقبائل الحموم والثعين وغيرها الكثير من البطون القبلية الحضرمية المختلفة.
تتكون هذه المديرية من عدة مناطق وقرى مجاورة، من أهمها خاشيم والحافة والمقد وحضاتهم وسرار وغيرها. وشهدت هذه المديرية زيادة في عدد السكان مما أدى إلى اتساع النهضة العمرانية، فأنشئت تجمعات سكنية بما فيها المرافق الحكومية مثل المستشفيات والمدارس وغيرها، وشقت شوارع وطرقات جديدة مما أدى إلى سهولة الوصول إليها والتعرف عليها. تقديم الخدمات الصحية لجميع المناطق هي قضية معقدة ومليئة بالتحديات، ومن أهم هذه التحديات نقصان البنية التحتية وربما انعدامها، مما يؤدي إلى صعوبة الاستجابة السريعة للحالات المرضية وربما تفاقم الحالات وإصابة المريض بمخاطر. مديرية غيلبة وزير مديرية ساحلية تشمل أعداداً كبيراً من السكان القاطنين فيها، إضافة إلى الضواحي والأرياف التابعة لها والبعيدة منها، ويشكل هذا العدد الكبير من السكان عبء كبير على خدمات الصحة والمستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص في المواد الضرورية ومتطلبات الطوارئ والأقسام الصحية. غيلبة وزير يعني وسعة جداً وتتبنى مناطق القارة والنقعة وشحير وكثيبة والعيون ومناطق يعني متباعدة، والعناية المركزة معاك مريض شلو في عناية المركزة، يا أما تروح بو الشحر يا أما تروح بو المكلة، ودمدرية كبيرة، وأحيانا ما تحصل السيارة. إمكانيات موجودة والأدوات موجودة، ينقصها الطاقم. وربما تتوفر بعض المباني كمستشفيات أو مستوصفات أو مراكز صحية، لكنها تفتقر للأجهزة الطبية الضرورية، مما يصعب على الطبيب تشخيص حالة المريض ومعرفة المرض. فياريت أن لو تكون غرفة الحضانة الأطفال تكون تفعيلها في مستشفى الغيل، طالما أنه الغرفة موجودة ومجهزة بكامل الأدوات ينقص الحين الكادر. ممكن السلطات العليا أو المسؤولين على هذا الاختصاص يوفرون الكادر المختص لهذه الفئة لهذه الحالة. إن شاء الله هذه رسالة أهل الغيل كلهم. وفي ظل هذه المعاناة المستمرة والممتدة منذ عقود على مستوى حضرموت عموماً وغيلبة وزير خصوصاً، تجد المواطن أكثر المتضررين حيث يدفع الثمن باهظاً سواء بحياته أو بحياة من حوله. صحة الإنسان وحياته لا تقدر بثمن، وتقديم الخدمات الصحية يعد ضرورة للحفاظ على حياتنا، والإهمال الحاصل هو جريمة لا تغتفر. وللنقاش أكثر حول الوضع الصحي بمديرية غيلبة وزير، نضع هذه القضية على طاولة الحوار مع أحد المختصين. إذن مشاهدينا الأعزاء، للحديث أكثر عن الوضع الصحي بمديرية غيلبة وزير، نستضيف مدير الصحة والسكان بمديرية غيلبة وزير الدكتور فائز العبثاني. أهلا بك دكتور. أهلا. دكتور، في البدء كلمني عن الوضع الصحي بشكل عام في مديرية غيلبة وزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أتقدم جزيل الشكر لقناتكم الموقرة بإلقاء الضوء على مديرية غيلبة وزير والوضع الصحي في مديرية غيلبة وزير. مديرية غيلبة وزير نبدأ بمساحتها، تبدأ حوالي 2419 كيلومتر مربع.
عدد السكان في مديرية غلبة وزير أكثر من 86 ألف نسمة. مترامة الأطراف تحدها أربع مديريات بطول شريط شارع عام دولي بأكثر من 30 كيلومتر مربع، يحدها من المكلة 45 كيلومتر ومن الشحر 25 كيلومتر. عدد المرافق في مديرية غلبة وزير 13 منشأة، مستشفى عام، 2 مراكز صحية و10 وحدات صحية. المناطق الحدودية مثل رأس حويرة تكون أكثر المشاكل فيها عدم وجود قبالة، كثرة الحوادث المرورية في تلك المنطقة، عدد الكادر الصحي بسبب الكادر الصحي المحلي قليل. فمقارنة بالمساحة ومقارنة بالمناطق يعني تعتبر بعيدة عن المدينة، بعيدة جدا، تعتبر المرافق قليلة بالنسبة لهذه العوامل. عدد هي أكثر مشاكلنا في المناطق الريفية، خصوصا ثلاث مناطق رئيسية هي الهمة، غير الحالكة، رأس حويرة. بعد المسافة من المرفق إلى المركز المدينة إلى تقديم خدمات، خاصة خصوصا خدمات الولادة القيصرية أو الولادة المتعسرة، فيضطر الناس مثل خطورة يعني للأم والوليد في المناطق هذه، خصوصا في فترة الأمطار والسيول. منطقة الهمة ورأس وغير الحالكة تنقطع تماما عن العالم وعن المناطق. يعني إذا كان التنقل في الوضع الطبيعي يشكل خطر على الأم وجنينها، نعم، فما بالك عندما تكون هناك ظروف بيئية أو خاصة حاجة. الظروف البيئية هذه أكثر اللي نكون نحن فيهم على تواصل في هذه المناطق. في بداية الآن يعني في بشارات خير في الفترة، خاصة يعني تقريبا في اليومين هذه جاءت منحة أو منظمة تدعم القابلات في المديريات. الصعوبة الأخرى عدم توفر الشروط المعايير للدراسة، مما نضطر نحن إلى توجيه قافلة تقريبا شهريا إلى هذه المناطق. أكثر المناطق اللي أكثر اللي حصلنا أعطيناها اللي حصلت أكثر حظا هي رأس حويرة بحكم الطريق من المعبدة اللي طريق اللي سفلت. المناطق النائية الأخرى مثل الهمة صعوبة شديدة تكون عندنا، لكن في هناك شراكة مع المؤسسة الطبية الميدانية في تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الصحية بتوفير الطبيبة في المناطق هذه بشكل شهري، خفف العبء الموجود عندنا. أكثر النواقص اللي موجودة هناك مواد البنية التحتية، تأهيل المرافق، توفير الأجهزة والمعدات لما تواكب الزيادة السكانية في المناطق. الآن صارنا في زيادة سكانية مما يتوفر زيادة الخدمة. جميل جدا. هذا بالنسبة للمناطق الريفية، ماذا عن الغيل في المدينة؟ في مدينة الغيل يوجد مستشفى فقط. رفعنا رسالة لمكتب الصحة بزيادة المرافق اللي هي الأمومة والطفولة لتخفيف العبء على المستشفى. ونحن في دراسة وفي تطوير في الموضوع، في موضوع إنشاء وحدات أو مراكز صحية لتبعد بحيث أن يكون أكثر المنطقة، بحيث يكون أكثر من كيلو أو كيلو ونص، بحيث أن يخفف العبء على الأم والوليد في حصول على الخدمة الطبية. المناطق المحيطة بمديرية غلبة وزير القريبة كل منطقة لديها منشأة صحية، لكن التعداد السكاني خصوصا حي المطار لا يوجد فيه منشأة صحية. التعداد السكاني أكثر من 2000 نسمة، موقعهم قرب المطار له أهمية بهذا. وجود الناس النازحين والمهمشين القرب من المناطق هذه يعني يعطينها نحن رؤية وخطة لتوفير منشأة صحية بالقرب منهم لتقديم الخدمات الأساسية. فأنت ترى أن هناك ضغط هائل على مستشفى الغيل، نعم، وهي وحيدة يعني. نعم، لأن مستشفى غيل بوزير تم ترفيعها من مستشفى ريفي إلى مستشفى عام في 15/9/2023. الخدمات اللي نفتقدها حاليا هي غرفة العناية المركزة وغرفة الحضانة، الحديث الولادة والخدج.
الضغط الهائل اللي موجود عندنا من الكثافة السكانية موجودة، وأحيانا المنقولين في حالة انقطاع الشارع الرئيسي في منطقة شحير يضطر أي حالة ولادة أو يسر تتحول إلى المستشفى لتلقي العلاج. للعلم غرفة العناية المركزة تم تجهيزها بنسبة 80% في مستشفى غيل بوزير، وغرفة الحضانة تقريبا من 70 إلى 80% موجودة في غيل بوزير، لكن ينقصنا الكادر المؤهل كتأهيل كادر وسطي، نقص الأطباء العموم بشكل كبير موجود في مستشفى غيل بوزير، الأخصائيين نقص الأخصائيين بحيث أنها تكون الخدمة على مدار 24 ساعة. إذا تكلمنا عن أهم المخاطر اللي ممكن تصيب الطفل، الجنين، الأم بسبب تردي أو انعدام بعض الخدمات، ما هي تطلعاتكم دكتور؟ تطلعاتنا نحن أولا بتوفير كافة الخدمات في مستشفى غيل بوزير، بحيث نحن لا يوجد حالة تحول من مستشفى غيل بوزير إلا الحالات اللي هي تكون ذات مستوى عالي اللي تحتاج عناية فائقة أو عناية متخصصة. تقريبا ان اللي نعانيه قسم الاشعه التلفزيونيه. قسم الاشعه التلفزيونيه من اهميته في حالات الاشتباه الدوده الزائده طارئه في وقت مزعج، يكون الدكتور عندنا يوم في الاسبوع سبب اننا قابس في مجموعه كبيره في خاصه الايام الست الباقيه، وهي حاله طارئه والمريض يتالم ونوبه هلع يعني. يكون نحن في الاخصائي يكون في خوف. نطمح لتوفير لتفعيل الطابق الثاني في مستشفى غيل بوزير، لان بعد تم انشاؤه وبناؤه في من الاخوان في الهلال الاحمر الاماراتي، تبقى مرحله التاثيث وهي المتوقفه لحد الان. عدم توفر مصعد لتفعيل الطابق الثاني، لو توفر المصعد سيؤدي لتفعيل أكثر خدمة للناس، توفير أكثر عناية وترتيب للباقي الأجسام، لأن عندنا نحن قسم الحضانة والعناية ممكن نحن نتفعلها في الطابق الثاني وهي قسم مجهز كامل بالكامل، يعني كمبنى كتجهيز كمبنى. عدد الأسرة الموجودة حاليا تعدد 54 سرير، نطمح لتوفيره إلى 102 سرير لغطي كافة الضغط الموجود عندنا. يوجد في المستشفى مولد كهربائي نص ميجا يغطي كافة الأجسام المستشفى بشكل طبيعي. العجز اللي نلاقيه بعدم توفر الوجود، خصوصا في من توقف الدعم، كان من السلطة كان يتوفر دعم إلى 10/2023 توقف الدعم الوجود. المنظمة WHO كانت تدعم المستشفى في الوجود، توقف في 2021. أمس توقفت الكهرباء ساعة كاملة على مستشفى غيل بوزير، سببت لنا مشكلة كبيرة مع المرقدين مع الطوارئ في ظل الأوضاع الحارة في الوقت هذا. رفعنا رسائل وكان في استجابة سريعة من فاعل خير جزاه الله خير، و قدرنا نحن نمشي مع الضغط الموجود عندنا. من الريدة الشرقية وتحديدا من وادي بدش ننقل لكم أخبار مختلفة ومتنوعة وفعاليات متعددة حدثت في الأسبوع المنصرم من حضرموت، كان أبرزها: اختتمت بمدينة المكلا ورشة عمل حوارية مجتمعية خاصة بمناقشة التحديات المناخية والبيئية وتأثيرها على حياة وأمن السكان، بمشاركة عدد من مسؤولي السلطة المحلية ومجموعة متنوعة من الخبراء والمختصين في مجال المناخ والبيئة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة. تأتي هذه الورشة ضمن مشروع المسارات البيئية للمصالحة الذي ينفذ في 9 محافظات يمنية من قبل المعهد الأوروبي للسلام، وتهدف إلى تمكين المشاركين من تحديد القضايا البيئية والمناخية وتحديد أسبابها وآثارها ووضع المقترحات والحلول والرؤى الاستراتيجية بشأنها.
وناقشت الورشة على مدى يومين موضوعات متعددة اشتملت على التحديات والتجارب والاحتياجات الضرورية المتعلقة بالأمن البيئي والمناخي، لما لها من أهمية في رفع مستوى الوعي وإشراك جميع فئات المجتمع اليمني في القضايا المتعلقة بالبيئة. افتتح مستشفى بضاهة العام بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، ويقدم المستشفى خدماته الصحية للمواطنين في دوعن والمناطق المجاورة في مختلف التخصصات النوعية وفق أحدث النظم الصحية المعتمدة وبكادر طبي مؤهل. وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي باشماخ أن المستشفى سيعمل بطاقم من أبناء المديرية بنسبة 85%، وأكد أن المستشفى سيستضيف 3 مخيمات واستضافات طبية خلال الربع الأخير من هذا العام، كما أعلن عن البدء في مشروع إنشاء مركز غسيل كلوي بدوعن يخدم المديرية والمناطق المجاورة لها. ويضم المستشفى قسم الطوارئ وغرف الرقود والعيادات التخصصية مثل الجراحة العامة والباطنية والأشعة التشخيصية والعيادة العامة والمختبر والكشفية والصيدلية، وسيتم استحداث أقسام أخرى في الفترة القادمة، علماً بأن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 35 سريراً. الشاعر حسين أبو بكر المحضار أيقونة الشعر الغنائي في اليمن عامة وفي حضرموت خاصة، والملحن الذي تغنى بألحانه الكثير من الفنانين والمطربين وبشعره العذب الجميل، ترك أثراً خالداً في الشعر العربي وفي الفن والطرب الجميل، ولا زال المحضار حاضراً في قلوب محبيه. إذن مشاهدين الأعزاء، ومن متحف الشاعر والملحن حسين أبو بكر المحضار نستضيف الباحث رياض عوض بشرحيل. أهلا بك أستاذ رياض. أهلا وسهلا. في البداية أستاذ رياض، كلمني عن حسين أبو بكر المحضار. حسين أبو بكر المحضار من حيث التطور الفني عند الشاعر من البدايات، كان بدأ يقول الشعر في مجاميع من النساء، وهذا الكلام طبعا هو سنه صغير في الصف الرابع الابتدائي، فيقول الأشعار ويتغنوا بها النساء، وكانت الأشعار على مستوى راقي، حتى كان يدخل معه شاعر آخر اسمه سعيد مرجان صاحب أغنية شهيرة مثل ملتقى بالذي له زمن يواعد بلقياه لي والوصال، هذا طبعا كيف يدخل على النساء فهو شاعر عمى، وطبعا النساء ما يستحوا لأنه أعمى ما يشوف، فكان الشاعر سعيد مرجان قال للمحضار في ذاك الوقت ارتفع بشعرك من التجمعات أن شعرك أكبر، طبعاً الرجل شاعر ويعرف يعني الكلام، اعتبار المحضار هذا تشجيع كبير له ودعم معنوي، فبعد هذه الفترة استطاع أن يصل المحضار إلى حلبات مساجلات الدان، دان الحضرمي في البيوت في المنازل، مجموعة من الشعراء يتحلقون مع بعض ويناقشون قضية معينة، وكان يأتي المحضار ويجلس في الخلف، فكانوا يرسلون أبياتهم ويتساجلون فيما بينهم البعض، والمحضار يرسل بعض الأبيات ردود على بعض الشعراء من الخلف، فاكتشف كبار الشعراء اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت أن هذا نابغة، الولد الصغير في مثل هذا السن يقول هذه الأشعار الكبيرة والراقية، بعد ذلك أقنعوه أنه يأتي ويدخل إلى هذه ويدخل إلى المساجلات. بعد هذه المرحلة وبعد ما يعني بروزه في المساجلات الدان، أتت المرحلة التي بعدها وهي مرحلة الشرح والهبيش، وهذه طبعا في البادية الحضرمية، ففي هذه الفترة ليليا في المساء يعني شروحات وخاصة شرح الهبيش ومجموعة من الشروحات الأخرى، فكان المحضار من رواد هذا الشرح. بعد ذلك أتت المحطة الثالثة وهي محطة الغنى والطرب، وهنا بدأت اللي هو محطة الشهرة الواسعة. من البداية كانت مع الفنان سعيد عبد المعين، كان فنان الشحر، ف المحضار اطلع من تجربة للفنان الكبير محمد جمعة خان بخصوص أغنية يا رعى الله ليالي وأيام عدت ولا شي حكومة والحكم يمشي على الراضي وعلى المغصوب، هذه المحضار قال أنا حضرت شرح في الغيل هبيش كانوا يشترحون على الصوت، فهي حصل محمد جمعة خان غناها في حفل زواج في شحر، إذن استنبط من هذه الفكرة
أنه ممكن تطويع هذه القصائد الشرح وقصائد التراث والألعاب الشعبية إلى الغناء. طيب إذن نبدأ التجربة ونحاول. فبدأ التجربة مع الفنان سعد معين، هو الفنان مخضرم كان فنان الشحر في ذاك الوقت، وجلسوا وأعطاهم بيت، البيت الأول، وهي أول قصيدة غنائية كتبها: يا رسولي توجه بالسلامة، زر صحابي وبلغهم سلامي، قل لهم عاد شيل الوصل حيله، ليه لا أوعدوا خلف المواعيد. فأغنوه ونجحت التجربة، ثم أكمل لهم النص الغنائي يا رسولي، وفيه لفتة طبعا يقول فيها المحضار: خط بحر الهواء 70 قامة بعد ما طال في العشقة مقامي، شفت أهوال جم ما هي قليلة، يا ضنين تشيب المواليد. يا رسولي توجه بالسلامة، زر صحابي وبلغهم سلامي، قل لهم عاد شيء بالواصل حيلة، ليش لا وعدوا خلفه. المحضار عاش 70 عاما، مواليد 1930 في العقد الثالث من القرن 20، وتوفي عام 2000، 70 عام. لما يقول طبعا الهوى في شعر المحضار، لمن يتابع شعر المحضار، والحب في شعر المحضار بمعنى الحياة، وظروف اجتماعية صعبة عاشها المحضار. المحضار لمن يقول أنه ولد في فمه ملعقة من ذهب لا يفهم المحضار ولا يعرف شيء عن المحضار. المحضار عانى، وهذه التجارب الراقية التي أبدعها هي نتيجة لهذه المعاناة التي عاشها المحضار. ما مميزات أغنية؟ طبعا نحن نلاحظ ونعرف أن المحضار تميز بجودة إبداعه الفني وكثرته، أعماله كثيرة وكلها تتميز بالجودة، وهذا لا يجتمع الجودة مع الكثرة، ولكن عند المحضار اجتمع الاثنين، الجودة مع، وهذا لا يحدث إلا عند الكبار، عند النوابغ، عند العبقريات الإبداعية والفنية. طبعا المتحف تم تقسيمه إلى جداريات وإلى غرف، ومن أهم هذه الجداريات يعني بشكل مبسط، في جدارية خاصة بأسرة الشاعر الكبير، وهذا يعني تكشف نشأته في إطار هذه الأسرة وأخوانه، عنده 3 من الأخوان شعراء. عندنا موضوع التطور الفني عند الشاعر الكبير المحضار، وهذه التطور الفني اللي أمامنا الآن، اللوحات بدأت من سعيد عبد المعين اللي في الصورة الأولى، ثم أغاني سعيد عبد المعين أخذها محمد جمعة خان وغناها المحطة الثانية، المحطة الأولى عبد المعين، يعني عبد المعين كان النافذة التي أطل منها المحضار إلى عالم الطرب وإلى عالم الغناء. بعد ذلك المحطة الثانية محطة محمد جمعة خان، ثم المحطة الثالثة وهي الأكبر والأشهر والأوسع هي محطة الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه، الذي شكل يعني ثنائي مع المحضار ومدرسة فنية حضرمية مميزة وراقية، وصلت إلى العالم العربي بأجمعه، ودخلت كل بيت عربي من خلال ما قدموه من أغنيات وثراء. بشل حبك معي بالإحسان، ومربي في السفر، وبتلذذ بفكرك في بلادي. فهذه طبعا عبد الرحمن الحداد كان محطة، لأنه كان ينقل، كان في إذاعة وتلفزيون عدن، وكان يستمد الأغنيات اللي تأتي من حضرموت وأغاني المحضار بشكل خاص والأغاني الحضرمية بشكل عام، ويسجلها للإذاعة وللتلفزيون فيخلدها وتبقى تتكرر دائما وتبث. فكان محطة مميزة الأستاذ عبد الرحمن الحداد، كذلك مطربين كرامة مرسال، محفوظ بومبريك، كندارة وغيرهم من المطربين كثر، طبعا كلهم هذا اللي أدوا، كل واحد له بصمة وله دور في تأدية الأغنية الحضرمية عموما والمحضارية بشكل خاص. المحضار استطاع أن يخترق القلوب ويدخل إلى مشاعر الناس وأحس ويعيش معنا يوميا، كل موقف من مواقف حياتنا سنجد له شاهدا شعريا من شعرنا، بس علينا أن نلم بشعره. المتحف الآن وضعه أفضل من السابق، وهذا طبعا تم تحديث تجديده في الذكرى 20 قبل 4 سنوات من الآن، ولكنه أيضا محتاج إلى تطوير بشكل أوسع. وهذا طبعا لما زارنا الأخ المحافظ مبخوت بن ماضي، فوجه بتقديم احتياجات المتحف ومطالبه ومسألة التوسع من أجل أن يضع لها مكانها في تخطيط في برنامج الثقافي للمحافظة. فنحن طبعا عدينا خطة لتوسيع المتحف
وتوفير بعض المتطلبات اللي هي تنقصه إلى الآن. الزيارات المتحفية ليست زيارة متعة فحسب، لكن فيها فائدة، فيها ثقافة، والفن ذاته ثقافة. نحن عندنا الفن مصدر مهم ورئيسي للفئات الشعبية من مصادر الثقافة، فلهذا الاهتمام به اهتمام بثقافتنا واهتمام بتراثنا واهتمام بتاريخنا وحضارتنا الحضرمية واليمنية. يعد الدان الحضرمي من أهم مفردات الموروث الشعبي الغنائي، فبين روائح البخور الآسرة ورنين فناجين الشاي الحضرمي الأصيل تعقد جلسات الدان في المقايل والأسمار في الساحات العامة والمجالس وحتى تحت أشجار النخيل. يا ذا نادانا دانا دان، يا ذا نادانا. حينها يحضر السهر ويحلو الغناء ويرحل الحاضرون إلى عوالم ممتعة من السحر ترسم ملامحها الكلمات الجميلة والأصوات العذبة التي اشتهرت بها حضرموت على مدى عقود متتابعة. ده فصل والتاني لا حي منه قد وصل، قدم في الموعد ونوعدي معه قد له ثمان. والدان فن غنائي جماعي يلبي بطريقة أدائه رغبات الحاضرين ويتيح لهم المشاركة شعرا أو غناء، وعرف بهذا الاسم لاعتماده على كلمة دان وتشكيلاتها كلازمة صوتية في كل مقاطعة. الدان الحضرمي قائم هو على الألحان أصلا، في بدايته يكون بدأ باللحن أو يسموه الصوت عندنا، ويقوم المغني يدندن بالصوت، من خلال هذا الصوت أو اللحن يتم وضع الكلمات. قول وسلام على الوادي ولي قد جاك في الوادي وحل، وسلام على كل الملالي على يساري واليمان. وسلام على الدان هو موروث قديم في هذه المدرية. طبعا بحكم الحالة الاجتماعية لهذه المدرية فكانوا الناس يعملون أكثرهم في البحر، خاصة في بواخر النقل، وجزء من هذا المجتمع كان يعمل في الزراعة للفلاحة، فينتقوا هؤلاء الناس من أسفارهم في موسم الخريف عندما تقفل البحر، فكانوا ينتقوا في أماكن معينة يتسامرون فيها. ناجيت لك عاني، تركت الشغل وتركت العمل، والجيد يوفي لا وعد، والجيد يوفي لا وعد عشان يكسبها الرهان، الجيد يوفي له بعد مشان يكسبها الرهان. نيت لك عاني، تركت شغل وتركت العمل. نايت لك عاني. فتختلف الأصوات الدان من تقريبا في حضرموت متنوعة كثيرة، منها الدان الريض، منها الدان الهبيش أو الحفة، منها الدان الغياضي والنوحي، وغيرها كثير من الألوان الدان، ولكن كلها في الأساس تقوم على اللحن، واللحن تبدأ عليه الكلمة. صبحة خرابة بعدهم والهدم فيها قد حصل، صبحة خرابة بعدهم والهدم فيها قد حصل، ما حد توقع منهم يرموا العمارة للهوان. صبحة خرابة بعدهم والهدم فيها قد حصل، الهدم فيها كده حصل.
ما حد توقع منهم يرموا العمارة للهواء. صبحت خرابة بعدها. وظهروا هناك مغنيين مغنيين لهذا الدان مثل المجدي والوعل سعيد السالمين وغيرهم من ايش وسبيتي او بازهير. فهؤلاء النخبه من الشعراء والمغنيين ظلوا دائما في تلاقي، والناس مهتمين بهذه ايش بهذا اللون من الوان الدان، فكان يتلقفوا هذه الأبيات الشعرية من الشعراء ويتداولوها فيما بينهم، وتلاقي عندهم نوع من الاستحباب والفخر بشعراء هذه المنطقة ما يجدون من إيش من أشعار في هذا المجال الدان. والأنس يساني هنا هذا على هذا المحل أهل السلام. والأنس يساني على هذا المحل يستاهلوا التقدير واليودات مني والحنان، يستاهلوا التقدير والجودات مني والحنان. التقدير واليودات مني والحنان. أهلا سلاوال ساني إلى هذا المحل. في من أبيات الدان يعني تحولت إلى شعر غنائي، فقاموا بعملية تطويحها موسيقيا وحولت إلى شعر غنائي، أصبحت أغاني مشهورة مثل بشل حبك معي بلقيه زادي، وكذلك أيضا خذ من الهاشمي ما تريده، وكثير أغاني يعني كان أصلها في أصولها دان حضرة. يا مالي والحنا إذن مشاهدينا الأعزاء، ومع هذا الدان الحضرمي الأصيل نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، وإلى ذلك الحين طبتم وطابت أوقاتكم.